النهارده دايما جمهور الاهلي وجمهور قناه الاهلي بيبقى متعطش يعرف تاريخ وجذور ارتباط الشخصيات العامه ابناء النادي الاهلي ورموزه الناجحه في كل المجالات ومنهم حضرتك طبعا وعلاقته بالنادي الاهلي منذ اليوم الاول. متى بدات علاقه المخرج الكبير عمر عبد العزيز بالنادي الاهلي؟ من بدايات التلفزيون يعني مع 60 61 ابتدينا نشوف الاهلي. كبرت شويه ابتديت اروح الدرجه الثالثه في النادي نشوف، كانت التذكره ب 10 قروش يمكن، وكانت على طول بقى مع محمد عبد العزيز اخويا وزملائه كلهم، عبد اللطيف فهمي المصور، اشرف فهمي، الدكتور سمير فرج، كل دول كانوا يعني اخواتي الكبار. فبنروح، وكان زمان نروح المدرج من الساعه 12 عشان ماتش يبدا. حضرتك كنت منضم للشله للجروب، جروب المخرج محمد عبد العزيز؟ يعني انا معاهم اخوهم الصغير، وكانوا حتى يشيلوني على كتفهم لان كان الجمهور بيبقى واقف كله، فطول الماتش شايليني على كتفهم. وابتدت بقى لحد ما من وقتها بدا عشق النادي. انا بعشق النادي الاهلي، انا اهلاوي، انا ليا مع يعني بجد، انا لما بيجي لي اكتئاب بتضايق شويه انزل ادخل من باب النادي الاهلي اللي على النيل، امشي اطلع من الباب الثاني احس ان خدت طاقه ايجابيه عظيمه. فاكر اول مره دخلت فيها النادي الاهلي او في اي مرحله من العمر بدات تدخل وتتردد على النادي الاهلي؟ يمكن يعني وانا مساعد، يعني الكلام ده بدايات السبعينات، بقى بنصور هناك بنعمل، ابتديت ليا اصدقاء هناك الى ان انضميت للنادي كعضو سنه 77. وزاد الارتباط بالنادي الاهلي من وقتها. خلاص يعني شيء عظيم انك تبقى عضو في النادي الاهلي. النادي الاهلي انا اتمنى اقول ده مش نادي، ده يعني اقرب للوطن، يعني انت حاله كبيره، كيان مش حكايه فرقه كره بتكسب على طول ولا لا 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 لا، حاله تانية خالص. اخلاقيات يعني انا جنينه النادي الاهلي دي من يوم ما دخلته حتى امس يعني عمر ما حصل فيها مشكله، عمر ما واحد صوته عالي، الاحترام يعني فعلا اخلاق النادي ماشيه منذ الازل يعني. في تصرفات وسلوكيات الاعضاء نفسهم تماما. يعني انا فاكر اما قدمت كان مدير النادي وقتها المرحوم امين شعير رحمه الله عليه. هو بس احنا في تشالنج كده، في تحدي للاستاذ عمر انه فاكر رقم عضويته ولا لا، لان احنا معانا الصوره ومعانا رقم الكارنيه. لا طبعا. طيب مش من التفاصيل اللي بتهتم بيها. طيب رقم الكارنيه او صوره الكارنيه قدامنا على الشاشه. ده عايز ارقاء اليمامة. اتفضل يا استاذ عمر كمل. تقول من المرات اللي دخلت فيها النادي بتحكي عن موقف معين بتدلل على سلوكيات